بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يتم الآن بعون الله تعالى وحمده توزيع حصص خروف مقدم حمد وشكر لله على سلامة الحجة أنيسة محمد مرعي وعن أولادها محمد ورأفة وشفاء وبيكي من حيفا، حفظهم الله وأطال الله في أعمارهم بثوب الصحة والعافية. اللهم آمين يا خير. اللهم آمين يا خير. صحة وهنا. تفضل. اللهم آمين يا خير. اللهم آمين يا خير. صحة وهنا. تفضل زيدي. اللهم.